السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. حبايبي اليوم احكي لكم قصة قصيرة ناخذ من عندها عبرة. صارت القصة بين اخواني. حبايبي، الاخ الكبير ذبح له خروف، وشو هذا الخروف؟ طلب من اخوه الاصغر من عنده سنة انه يروح يعزم احبابهم واصدقائهم. طلع الاخ الصغير خارج البيت وقام يعيط: يا ناس، يا عالم، لحقونا، بيت اخوي احترق يا معودين. اجت الناس تركض حتى تطفي الحريق. وصلوا البيت ماكو اي حريق. طيب وين الحريق؟ ماكو اي حريق. انا اسف واعتذر من عندكم، احنا ذابحين خروف، تفضلوا على الغداء. وانا اكرر اسفي واعتذاري. دخلت الناس تتغدى. هنا الاخ الكبير طبعا ظل متعجب من اللي سواه اخوه ولا من اللي صار قدامه. الاخ الكبير هنا قال اخو الاصغر: فلان، هاي الناس منو؟ شنو؟ أنا لا أعرفهم ولا يعرفوني، منين جبتهم؟ زين شي ثاني، وين أقاربنا؟ وين أصدقائنا؟ وين حبايبنا؟ عاد هنا قال الأخ الصغير: يا أخي، هذي الناس إجوا ركض حتى يساعدونا ويطفون الحريق، ما إجوا على أكل أو على شرب، وهم من يستحقون الكرم والضيافة. أما الأصدقاء والحبايب مثل ما تشوف ما بين من عندهم أحد. حبايبي، الخلاصة من هاي القصة اللي ما تلقاه بجانبك وقت الشدة وبخت الضيق، هذا لا تسميه صديق ولا تسميه حبيب ولا تسميه أقارب. أتمنى استفادتوا من هاي القصة. حبايبي، إذا عجبتكم القصة دعمونا بلايك، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغطوا على الزر الأحمر وفعلوا الجرس حتى يوصلكم الفيديوهات الجديدة. وانطوني رأيكم في فيديو اليوم بالتعليقات. وأشوفكم بخير ومع ألف سلامة، ونلتقي في فيديو جديد. في أمان الله.